نتيجة ولا طبيعية؟ لا والله أنا أمس أولا أمس عليك بالخير وأنا سعيد بالظهور معك حقيقة. الله يسعد. أمس أنا الحقيقة يمكن الوحيد اللي من الزملاء قلت نتيجة سلبية، وكنت أقصد فيها مو تعادل، كنت أقصد الهلال سيخسر. وفنت يعني الأمور هذه، قلت الهلال في كل سنة بالنسبة لي أنا أراها يعني منافس قوي، منافس شرس على قرب القارة ويذهب بعيدا، يعني مو غريب أن يصل للنهائي. لكن في هالنسخة في هذا الوضع أنا شايف أن الهلال لا أستبعد أنه يخرج من الأدوار التمهيدية، ومع ذلك لا زالت الأمور لصالحه، كون أن الفريقين المنافسين العين والاستقلال مو قاعدين يفوزون، وبالتالي يعني اليوم تعادلوا بهدفين هدفين بالضبط. يعني الآن الكل يعني يمكن يحمل نفس النقاط، وإذا كان في اختلاف فرق نقطة واحدة، ولكن نوعا ما يعني توقع أيضا بعض الزملاء كان يعني منطقي جدا أن الهلال يعاني هذا الموسم، وشاهدنا يمكن للبعض أمس كان يتكلم عن ظل الغياب وغياب وغياب وكرس هذا المفهوم، قلنا هذا الأمر ما عاد ينفع، لأن أنت ما عاد عندك خيار أنت أصلا أنك تستبدل الآن لعيبة أو تسوي شيء حتى تتأهل دور الثمانية. نتيجة مو طبيعية؟ لا مو طبيعية طبعا، ما كنا نتمنى أنه أن يوصل هذا الأمر، خصوصا أنه يلعب حتى على أوضاع الهلال اللي قال عنها فيصل. كيف؟ حتى على أوضاع الهلال اللي قال عنها فيصل. إيه طبعا، لأنه لا تنسى بعد أنه الفريق المنافس فريق الريان، يعني أنا سمعت أنه قبل فترة أسبوعين أو كذا متلقي هزيمة من فريق من قطر 6-0 أو كذا، يعني من غراف القطري اللي أمس تعادل مع الأهلي بالضبط. فأنت تتكلم عن فريق يعني برضو يعني هو أصلا هناك في 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 منتخب بلاده أو في ديرته فريق متضعضع، فريق يعني، وبالتالي أنا أعتقد أنه الآن الهلاليين عليهم ما عاد عندهم خيار إلا أنه المباريات الثلاثة المتبقية، ثلاث بقيت متبقية، باقي ثلاث، باقي الدور الثاني، أعتقد لا يمتلكون غير حصة 9 نقاط إذا ما أرادوا التأهل، لأنه مستحيل، لأنه بتقول لكن المهمة حتكون صعبة في المباريات القادمة. أظن هذا النتيجة طبعا غير مرضية وغير مقنعة بالنسبة للهلال وبالنسبة للشارع الرياضي، ناهيك طبعا انه المنافس الاخر الفريق الاهلي السعودي، ونحن نبارك له من يعني متقدم و7 نقاط، وبالتالي كنا نتمنى ان ايضا الهلال يواصل المشوار مثل ما شايفين فريق الاهلي. ممتاز. يعني بسم الله سالم، تعتز برايك من اليوم او بتوقع